في دوائر ليبرالية وعلمانية لا تؤمن أصلا بالدين وجودية. اه طبعا وموجودة موجودة ولا تؤمن حتى تؤمن بالدين ك بتنظر للإسلام ك ك كالنظرة المسيحية للدين اللي هو المسيحية دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ولذلك إصرارهم على أن تكون المادة الثانية بنصها مبادئ الشريعة الإسلامية وليس الشريعة الإسلامية. لماذا؟ أنا كنت في حوار مع أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي، كنا في تركيا وكان في مؤتمر هناك مع الأكبر اللي هو حزب العدالة والتنمية، وتناقشنا في هذا ليه هم مصرين على مبادئ الشريعة الإسلامية وليه احنا عاوزين الشريعة. قال لي عشان المبادئ دي هي الحرية والعدالة وهكذا، لكن بتطبيقات الوضعية ليس بتطبيقات الشريعة الإسلامية. لا، لازم نقر في حاجة، احنا لازم نواجه الواقع كما هو، انه في دوائر علمانية وليبرالية لا تؤمن اصلا بالدين، في الحقيقة هي دوائر إلحادية. في دائرة اخرى ده منهم لا. الحزب الوطني الديمقراطي المصري الديمقراطي. لا 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 مش بتكلم، لا لا بتكلم في اللقاء، بتكلم في دوائر. الدائرة الثانية بتؤمن بالدين وهكذا، ولكن بتؤمن بشكل قاصر جدا، وهو انه الدين في المسجد فقط، لكن ما تطلعش بره تقول لي طبق كذا وحرم كذا وهكذا. خلينا في دائره ثالثه، في ناس كثيرين جدا بيسموا، وانا كنت في التحرير اول امبارح مع واحد منهم، واحد بيسمي نفسه ليبرالي، هو لا يعرف حقيقة الليبرالية، يعني يعرف انه الليبرالية أن تكون في حرية الكلام، حرية الإسلام الإسلام. وإذا يعني هناك بس حرية. أنا عاوز أقول حاجة، ليس بالضرورة أن يكون ليبرالي هو ملحد أو كذا، لكن هناك ليبراليين وهناك علمانيين لا يؤمنون بوجود الخالق ولا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. مجازة. دي مهمة جدا. كويس يا دكتور. مهمة. صحيح. وإذا إذا يعني لم ندرك هذا يبقى احنا كده بس على فكره ثانيه واحده على فكره تعريف انا هسيب حضرتك هسيبك والله يا استاذ عز هديك الفرصه انت ما بتدينيش فرصه اصلا خالص يعني. والله عاوز اضبط العباره دي عاوز اضبط العباره دي بس يعني في ليبرالي مسلم ملتزم في ليبرال اه بس ده عنده قصور في فهمه اصلا الاسلام يعني ايه ليبرالي مسلم طبعا يعني ما انا بسال مش عارف احنا 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 يعني انا اتكلمنا قصور في فهمي لا الله اعلم ما اعرفش طب ازاي انت حسبت ما ازاي انت هقول لك ما هقول لك ما انا بقول انت دلوقتي حطيت هو دلوقتي وقلت عنده قصور ما عنده قصور في ايه انه مثلا لما تيجي تتكلموا مثلا عن تطبيقات زي الحدود مثلا عن تطبيقات مثلا زي تحريم الخمر عن تطبيقات زي مثلا النهج الاقتصادي الاسلامي يقول لك لا ما ده مش كده احنا لا احنا مجتهدين والاجتهاد ده بيفرق علينا والحاجات دي كانت لسياق وزمان ومكان اخر ليس زماننا ومكاننا ده موجود يا جماعه وده موجود واحنا بنناقش هذا في ميدان التحرير وخارج ميدان التحرير الغفله عن هذا يبقى احنا بندخل في حاله من الستيت اوف دينايل حاله انكار لما هو واقع